شكرا ميثا. من موجز الأخبار دائما إلى نشرة العالم والصباح وجولة صباحية معتادة على أبرز القصص والأخبار التي يتفاعل معها جمهور عالم التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. وخبرنا الأول معك يا مها، تفضلي. خبرنا الأول يهاني يقول: كشفت الحكومة المصرية عن خطتها لإعادة فتح دور العبادة، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس. يأتي هذا القرار عقب إغلاق استمر قرابة 3 شهور، وحسب بيانات وزارة الصحة فإن محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بفيروس كورونا، بينما جاءت القاهرة والجيزة وغيرها في أعلى المعدلات. أيضا أعلنت الحكومة عن استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءا من أول يوليو. يعني كما يعني كان هناك قرار بتخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة اعتبارا من نهار الأحد المقبل. صحيح. ونبقى في مصر، حيث تفقد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني مستجدات الأعمال بقاعة العرض المركزية في المتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط في القاهرة. وجاء تفقد العناني للمتحف للوقوف على آخر تطور لسيناريو العرض المتحفي بها تمهيدا للافتتاح الوشيك. وذكر بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية أن العناني تفقد أعمال تركيب القطع الأثرية داخل واجهات العرض الزجاجية الموجودة بالقاعة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال المومياوات الملكية عند نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير في موكب ملكي. ويذكر هنا أنه الحجر الأساس وضع عام 2002 ليكون هذا المتحف حسب الخطة واحد من أكبر المتاحف الذي يحتوي على يعني مجمل الحضارة المصرية، ربما عم نحكي عن 50,000 قطعة. صحيح. يلا إن شاء الله نزوره قريبا قريبا. في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، عاشت طفلة 10 دقائق بين الحياة والموت حينما علقت خارج نافذة بالطابق 14 قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها. وأظهر مقطع فيديو نشر لحظات مذهلة لإنقاذ الطفلة الصينية التي استغلت غياب والدتها عن المنزل وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى، وكادت أن تفقد حياتها لولا سرعة وفطنة رجال الإطفاء والإنقاذ. يعني مواقف زي هذه صراحة الأطفال لازم لهم انتباه طوال الوقت، لأنه لا يستطيع أحد التوقع ردات فعلهم. ودفع الغضب والاحتجاجات في أعقاب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد أثناء تعامل الشرطة معه شركات الإعلام للتدقيق في برامجها، حيث سحبت شبكة HBO Max التلفزيونية الفيلم الملحمي الحاصل على جائزة أوسكار ذهب مع الريح من خدمة البث. أحالت النيابة العامة المصرية 2 من مشاهير تطبيق تيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحكمة الجنائية مع استمرار حبسهم. وكانت النيابة قد وجهت إلى حنين ومودة الأدهم تهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ووجهت للباقين تهمة الاشتراك معهم في الجريمتين المشار إليهما. وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أنه أعيد حبس المتهمة حنين حسام عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة والسوشيال ميديا وجرائم السوشيال ميديا التي يعني لا يمكن لأحد أن يتوقع كيف تكون. كيف تكون؟ واليوم معنا الحرية الكاملة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعني نتخطى فيه. صح. قيمنا حقيقة. صحيح. والآن ننتقل وإياكم إلى الوسوم الأكثر انتشارا في الساعات القليلة الماضية، ونبدأ عالميا، حيث انتشر وسم بلاي ستيشن 5 وبعد أن كشفت شركة سوني عن شكل جهاز بلاي ستيشن 5 والألعاب الحصرية والمتطورة على جهاز الجيل الجديد في بث مباشر شاهده الملايين حول العالم.
وفي السعودية انتشر وسم عودة الدوري السعودي واجتاحت تويتر فرحة عارمة بين جماهير الكرة بعد إعلان السعودية رفع تعليق النشاط الرياضي مطالبة عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب. وفي مصر انتشر وسم الصحاب في كلمة حيث شارك المغردون برسائل تصف أصدقائهم. في الكويت وسم وائل الكفوري كان الأكثر تداولا بعد حفلته التي بثها على منصات التواصل الاجتماعي. إلى البحرين سويا حيث شارك المغردون بصور لهم في صغرهم من خلال وسم حط صورتك كنت صغير. أخيرا في لبنان انتشر وسم لبنان ينتفض بين المغردين مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع في سعر العملة مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة.